بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. سورة المزمل. هذه تني سورة المزمل وسورة الليراه سورة المزمل وحكمتها سورة ذا مكة هي كسوة دقي مقالة مكة المكرمة حلق وجوغي نبي صلى الله عليه وسلم قضاياتك يا مسائل كسورة ويكهد لدون توحى كمدة تهجدك يا قيام الليل نبي عليه الصلاة والسلام وإلهي وكفر ديالي وحيالها خصائصتها ونبي ولقارها عليه الصلاة والسلام حكمدها قيام الليل إنه فرض كواها وواجب كواها نبي عليه الصلاة والسلام وهكذا سورة ويكهد لدون تا مقالو كمدة عذابك إلهي ودياريي ذاتك مجرمين تا إلهي كعاسيي سبحانه وتعالى. يا أيها كنو كاسو المزمل نبي اسدودوب يو صلى الله وسلم وبارك عليه يعني تزميل كان اسدودوب دان سبب كدوحوها مركي نبي عليه الصلاة والسلام وقوه الرئيسي بدايات كي باللوغي وحي النبي عليه الصلاة والسلام لو وحيوني أي مركو ملقا أركي أي حوغا عبسي وقشي نبي عليه الصلاة والسلام مركا سوير زملوني زملوني الدوضوب وير النبي عليه الصلاة والسلام سي حوغا عبسدا حوغا أي وقفض ذات النبي عليه الصلاة والسلام آيادنا إلهي كسو دجيي نبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها كنو رسول كانوا رسول كاسو المزمل اسدودوب يو قم الليل هبانك استاك او تهجد يا عبادة استاك إلا قليلا وحير ماهن وقت يرماهن الساعة ضير مويه انت كلا تهجدك اتاقنا يا قيام الليل نصفه هبانك اسكلا بركي سماهن وحن كبدلينا إلا قليلا قم الليل هبنك استاك إلا قليلا وقت يرماهن نصفه نصف الليل ماهن هبنك نصف سماهن انت كله تاغنو وعباده تاغنو ومركا وحي نقن نصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم لأمري انه تهجد تاغنادو انت اسوح إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أفر يوحوي مراتبتا يا مناسشا يا مكانتا يا درجة النبي إني سي زيادة أيوه ربا الله سبحانه وتعالى محايلا مهما النبي عليه الصلاة والسلام عبادة أصيب بديبا مراتبتا النبي عليه الصلاة والسلام أيا سيكر ليس أزي زيادة أو أمسي أنقص النسخامي منهم من النسف نسكاس حقيسا قليلا وحيرك النسخامي أما النسكي وحكا النسخان ونسكي هدي وحكا النسخان يتسالهان هدي هبينكي لبيه طبان ساع ويهي لح ساع وتاقنا نبي عليه الصلاة والسلام لح ساع نوسن تاقنانين هدي النسكي وحكا النسخان يوحي نقاني ثلث إنو استاقه نبي عليه الصلاة والسلام ثلث إنو تاقنا يعني ثلث الليل وأفر ساع وهبين أفر ساع أو يعني حرير إنه قيام الليل تاجن يا النبي عليه الصلاة والسلام. تحسن خيارات أولاد هالليل النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا النسك استأجته واللحساء، أما النسك وحير إن أتكن نسخة مسوا ثلث الليل أتهجد تاجنات وأفر ساعة حريرة. أو أمس زد عليه على النصف أما النسك وحكو زيادة أنت أسب خيار اللوسي النبي عليه الصلاة والسلام. نسك إنه وحكو سيدرو ومركه وحنقنا ثلثان إنه تاجن يا النبي عليه الصلاة والسلام. هبينك ثلثان كيس إنو تاغن يهي واسدات ساعدو ده حليل انتا ساخيار لوسي نبقى عليه الصلاة والسلام. ورتل القرآن قرآن كان حسلي وكلا دقدق ترتيلا حسل ما دام هبينك قرآن كأت كنتو كان يسيدنا قرآن كيسي حسلا ودقن وأقرب إنا أنك سنلقي وان دجنينا بمعنى ننزل أيال لجهد إلقاها إنا أنك سنلقي وان دجنين عليك الدشاء هذا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قولا هذا لن كوكسو دجنين هذا الكاسو ثقيلا عرس
ee quraanka loola jeedo maxay ila quraanku wuxuu xambaarsan yahay takaaliif sharciye ah oo naftu aysan ogolayn in la raaco in lagu khasbo mujaahada lala galo mooye naftu aysan ogolayn marka waa wax culus weey quraanka quraanka wax culus oo xambaarsan yahay waa takaaliifta sharciga ah oo naftu ay diidan tahay illa nafta mujaahada in lala galo maahan إن ناشئة الليل هبينك عبادة دلانيس من نشأ أول نشأ لك كينا واسم فاعل نشأ إن ناشئة الليل هبينك عبادة دلانيس قفك أصمين آيو يعني عبادة قفك بالله آيو هبينك أصمين آيو هي عبادة هبينك أشد أيضا درنا شبضا وضعا من وضع أي موافقة حق وافقة للقلب قلبك أي وافقة habeenka cibaadada la sameynayo ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala qalbiga saameynta ay ku leedahay iyo waafaqida qalbiga ay ku leedahay way uga fiican tahay cibaadada maalinta la sameynayo maxay ila habeenki dhulku waa degan yahay buuqa iyo qayladu way yarta qofkii marka wuxuu u dhaw yahay qiradii quraanka uu aqrinayay iyo tahajjudkii iyo qiyaamul leylki inuu ku khushuuco sidaas awgeedna cibaadadaas ay dib nuur ugu soo laabato qalbigiisii marka inta badan waxyaalaha qalbiga nuuriya waa cibaadada habeenkii la sameeyo hiya ashaddu wad'an bimacnaa muwaafaqa lilqalbi qalbiga iyadaa aada u waafaqi og waxay ugu dhowdahay qofku inuu waxaa laga yaabaa qofku khushuuc maalintii aan u soo xaadiraynin inuu habeenkii usoo xaadiro maxaa yeele ashqaashu way yarta ashqaasha iyo waxyaalaha qofka mashquulinaya habeenkii way yaryihiin dhulku wuu degan yahay qaylada iyo buuqu way degan yihiin marka qofkii waxay u badan tahay qalbigiisu inuu soo xaadiro waxay u badan tahay cibaadadaasi qalbigiisa inay aada u saamayso oo anwaar ay u ziyaadiso wa aqwamu isagaa toosnaasho badan cibaadada habeenka iyadaa toosnaasho badan qiilan min qiilin xagga dhihidda dhihidda iyo hadlidda lagu hadlana iyadaa toosnaasho badanoo maxaa yeelay saameyn ay leedahay cibaadada maalintu aysan lahayn walidaalika sidaasaa ilaahay u ammaanay cibaadada habeenka in la badiyo oo qof walba muumina ee doonaya ilaahay agtiisa inuu wax ka noqdo waa inuu cibaadada habeenkii uu ku dadaalo cibaadada habeenkii ta'siirkeeda ilaahay uu ammaanay saameyn degdega ayay addoonka ku sameyneen saameyn degdega ay addoonka ay ku yeelan inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam fi nnahaari maalintii dhexdeedii sabxan dabaalasho ayaa kuu sugnaatay dabaalashadaasoo dawiilan ee dheer fii ashqaalika howlahaaga aada isaga dhex dabaalanaysid maadaama maalintii dacwadii diin filiddii waxyaalihii mashquulaadkii kale aada ku dabaalanaysid habeenkii ilaahay u go'ooyay cibaadadiisii maalintii ilaa mashquulkaa badan dadkaad wacyigeline diintaad faafine khayraadkaasaad maalintii ku dhex jirtaa iyo mashquulaadkaas habeenkii marka ilaahay u go'o u go'o habeenkii wadkur isma rabbika rabbigaa magiciisana xus watabatal ilayhi ilaahay u go tabtiilan go'id ilaahay u go yacni ulajeedadu maxay tahay maalintii waxaa la yidhi yacni dabaalashaad leedahay oo mashquulkaa la dhex galaa maalintii maalinta iyadoo mashquulka la dhex gelayo haddana macnaheeda ma aha in ilaahay mashquulka lagu dhex halmaamee ilaahay wuxuu leeyahay wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiila qofka bini aadamka waxaa laga dooni maalintii hadduu la yidhi loo fasaxay adduunyadeeda isaga mashquul haddana mashquulkii adduunyada dikriga ilaahay inuu ku dhex jiro dikriga ilaahay inuu ku dhex jiro oo mar walbaba qalbigaaga ilaahay subxaanahu watacaala uu u go'san yahay oo ilaahay uu u go'o qalbigaagu huwa ilaahay rabbul mashriqi makaanu qorax soo baxa rabbigii iska lahaaw walmaqribi makaanu qorax dhaca rabbigii iska lahaaw laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa isaga maahane fattakhidhu ilaahay ka samayso wakiilan ruuxa aad tala saarato taladaada ilaahay u dhiib maadaama ilaah kale uusan jirin oo arrimahaaga maamula ilaahay tala saaro wasbir sabar nabiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam calaa maa shaygii dushiisa ku sabar shaygaasoo yaquuluuna ay leeyihiin kuwa cadowgaahi mujrimiinta mujrimiinta waxyaalaha aan ku habboonayn ay kugu sheegayaan oo ay kugu durayaan isaga samir wahjurhum kana haajir hajran haajirid ka haajir hajri haajiriddaasoo jamiilan ee wanaagsan oo qurxoon yacni waa hajran laa jazaca fiihi haajirid aan argagax lahayn oo aysan saameyn kugu yeelanaynin kasii jeesashada aad kasii jeesatay
iyo dhibka ay ku dhibayaan qalbigaaga aysan saameynayn oo argagax aan lahayn ka haajirwo. Wadarnii aniga iga tagu, yidhi Alle subxaanahu watacaala, aniga iyo walmukadibiina kuwa beeniyey, xaqii aan kula soo diray kuwa beeniyey iyo aniga dhexdeenna ka bax. Kuwaasoo uli nacmati nicmaysiga u saaxiibka, bimacna tanacum, ulin nacmati waa masdar, ulin nacmati nicmaysiga bimacna tanacum, asxaabu tanacum, nicmaysiga kuwa u saaxiibka ah oo adduunyadan nicmadeedii ku mashquulay, nicmadaasna aakhiro ku dhex halmaamay, aniga iyo kuwaas dhexdeenna ka bax. Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, wamahilhum usug kuwaas mujrimiinta ee mukadibiinta ah, qaliilan waqtan qaliilan, waqti yar uun usug, ilbiriqsiyaalka noloshooda ka dhiman unbay nicmadaas iyo dhalanteedkaas ku jiraayaan, kabacdina waxay gelayaan cadaab daa'ima ah oo weligood aan ka dhammaanayn. Inna ladaynaa, maxaa yeele annaga agteenna ankaalan katiinada agteenna ahaado dadka lagu xirxiro, waxyaalo dadka mukadibiinta ee mujrimiinta lagu katiinadeeyo oo lagu xirxiro ayaa agteenna yaalu, yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, wa jaxiimanna agteenna way taalla, naarta jaxiima la yidhaana annaga u hayna, wa dacaaman quudna agteenna wuu yaallaa, dacaamkaasoo daa ghussatin mirgasho saaxiiba. Macaani badana lagu fasiraa dacaamka daa ghussa, waxaa loola jeedo ghisliinka waa lagu fasiraa carunka ahlunaarka, yacni jirkooda ka daadanaya, kuwa mujrimiinta ilaahay ku caasiyay in quud looga dhigi doono. Shajaratu zaquum waa lagu fasiraa geedka shajaratu zaquum, waxaa lagu kalo lagu fasiraa shawk, qodax weyn oo naarta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhex abuuray, oo dhuunta qof walba ahlunaara looga suraayo, dhuunta gudaheeda looga suraayo, horena aan u soo baxaynin, gadaalna uusan qofku u laqi karin. Qodaxdaasna waa lagu fasiraa saddexda macnaba, zaquumkii, ghisliinka, shawkun cadiim iyo qodax weyn, intaba waa lagu fasiraa dhuuntaas markaa uga mirganayso, oo cuntadiina hore aysan usii soconaynin, gadaalna aysan u soconaynin, waxbaa lagu mirgisiina, wax walbo la siiyo, horena ma soconayaan, gadaalna ma soconayaan. Wa dacaamanna agteenna wuu yaallaa quud, quudkaasoo daa ghussatin mirgasho saaxiib ah. Wa cadaabanna agteenna wuu yaallaa cadaabkaasoo aliima naftooda xanuunjiya, yowma maalin iska jira oo maalintaa ka cabsada, tarjufu lardu waaljibaalu dhulka iyo buuruhu ay gilgilan doonaan, oo inta la ruxo la baabi'in doono buuraha iyo ardadoo dhan, wa kaanat iljibaalu buuruhuna ay ahaan doonaan kasiiban bacaad ay ahaan doonaan, bacaadkaasoo mahiilan ee shubmaaya, bacaad daadanaya, buuraha adayga badan oo dhagaxda ka kooban bacaad shubmaaya ayay noqon doonaan maalinta qiyaamaha, isbeddelkaas uu dhici doono maalintaa iska jira oo ka cabsada. Innaa anagu arsalnaa ilaykum, xaggiinna waxaan u soo dirnay, yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, rasuulanan idiin soo dirnay, rasuulkaasoo shaahidan calaykum, korkiinna ku marag fura, rasuul idinku marag furi doona oo idinku marqaati furi doona waa nabigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasalam, oo yashhadu calaa kulli insaanin bimaa camila fii wajhi lard, ardadan wejigeeda qofku wax walbuu ku sameeyey ayuu ugu marag furaa nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofkii toosnaydna toosnaashu ugu marqaati furi doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofkii xumayd oo qalloocnaydna xumaatadeeda iyo qallooceeda ayuu ugu marqaati furi doonaa nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka waxa weeye qofkii nabi Maxamed uu ku marqaati furo sallallahu calayhi wasalam, oo weliba xumaato uu ilaahay wejigiisa ugu marqaati furo, waa musiibo, musiibo ka dambaysa aysan jirin. Kamaa sidii aan idiin soo dirnay, bimacnaa irsaalan kamaa arsalnaa, irsaalan ka irsaalinaa ilaa fircawna rasuulan, saasay ka dhigantaa, kamaa sidii aan rasuul idinkugu soo dirnay, arsalnaa ilaa fircawna, fircoon xaggiisaba rasuulan aan u soo dirnay, sida ummadihii horeba rasuul aan ugu soo diri jirnay ayaan idinkana rasuul idinkugu soo dirnay. Facasaa fircawnu, fircoon wuxuu ku caasi garoobay arrasuula, rasuulkii loo soo diray oo nabiyullaahi muuse ahay calayhi salaatu wasalaam, uu ku caasi garoobay. Fa akhadnaahu fircoon, waan qabannay akhdan qabasho, qabashadaasoo wabiilan ee adag bimacnaa shadiida, qabasho xoog leh ayaan qabannay. Qofkii qabasho xoog leh ilaahay uu qabtana waa qof halaag uu dhammeeyey. Fa kayfa, sidee buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, tattaquuna, aada isaga jiraysaan, in kafartum, haddaad bagaalowdeen oo jidkii baadinimada aada doorateen,
يوما ما لن سجريسا يوم كاسو يجعل الولدان عرور ترد شيء أو يريركا شيبا كوع الروبي كي يلدونا بلدد وين اسكدافه ما لن عرور تدلان كهذا الصغير هذا هاي نحن تيدا يفضاع عديدا يهول كيدا يشددا أي عرور تلع الروبي دونان ما لن تاسيدا سجريسان هذا بهذا قال لي ما دورتهم قد بعد يودن إلا ما لنتها وحل السجد جيره وعبادة الداعة إله هذين كنا ما هيسان جد كاس ما هيسان جد كاس ما هيسان فكيف سدابا تتقون هذا السجد جريسان إن كفرتم هذات كفرسان يوما يوما تصبح المفعول قد يجني تتقون فكيف سدابا تتقون السجد جريسان إن كفرتم هذات كفرسان يوما ما لن سجد جريسان والسجد إلى لين سان ما لن يوم كاسو يجعل الولدان عرور ترد شيء شيبا كوع الروبي كدقي دونا لهم معنى العلماء ويكون فسران عرورتم حقيقة هان يوع الروبي حقيقة هان كوع صغير رضا ما لنتا قيامها مركو دعو صغير رضا محقيقة هان يوع الروبي مسوحا للجدا يعني بيان لهول هذا اليوم وفضاعته وشدته مسمى جازا ماشي كجرا وحا عرح قيقال لولا مجيدي وحا لولا جيدا ومالين وحا لصورا حماته ديدا يمصيبة ديدا لصورا مالين تاس مالين دبادا وشي دبادا قفك إلهي أفضو دايو مويه مالين دبادا وشي دبادا إنه تهي أيام موقال كيدا لغو تصاه لولا جيدا دو ماها عرح قيقا علم الفسرين تقاركو ساسي كفسرا قارنا وحيليهن وحقيق وإلمها يريركا أيام حقيقة وعريب دونا السماء الصمد منفضر مثل دلاع يسوي به فيه في ذاك اليوم ما لنتا سدح ذيدا صمد ويدل دلاع دون تاو يسبدل وين أي أدون كذا كذا عاية كان وعده إلهي بلنقات كيس نوح النقد مفعولا مثل السمين عاية ما باقنا عاية وحسن شيء يرد إلهي وحوليه سبحانه وتعالى وح باقنا عاية معها إن هذه آية ذهن أن صوش يقول إلهي سبحانه وتعالى تذكرة وانو وأوانين دتكي الدومدي أن كوانا قلنايو فمن شاء قفكي دونا اتخذ هسميستو إلى ربه حق ربه سبيلا جد وكبت بادو أو داعة هي إيمانك هي إسلام ماذا جد هده هسميستو جد وكبت بادو هسميستو قفكي دونا يو إنو إلهي كبغ سبحانه وتعالى فمن شاء قفكي دونا اتخذ وسميستا إلى ربه حق ربك وسميستا سبيلا جد وكبت باده إن ربك ربك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلم وحوقيه ربك أنك أدوك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تقوم إن استاكتد أدنى وحكير من ثلثي الليل هبينك لبديس الثلث وحكير إن إذا استأكدت قيام الليل يتهجد سد إلى هيبة وكو خيار سيئي سبحانه وتعالى ونصفه نصف الليل هبينك كالبر إن تاغنتهي وعبادة يتهجد أدو تاغنتهي ربك أو أكسوني وثلثه ثلث الليل هبينك سدح ميلود هذه الله قيبيه ميل كمدة إنا تاغنتهي أو تهجد إيا قيام الليل أدو تاغنتهي ربك أو أكسوني وضائفة جماعك لأيدنا إني تاغنيهين ربك أو أكسوني جماعة سوى من الذين كوي كمدا معك أدوك معك أقو كل جرة ذاتك مؤمنين تاه جعل إني جدك أقراعان إني كقضة السدين جماعة بضا مؤمنيننا ربك هو أكسون يهي ويقن هبينك قيام الليل أيو تاغنيهين عدد كاس آيادا جمهور المفسرين وحيليهين وآية استثنائية آية استثنائية ويوحى لك سورة إليهين سورة يعني لما أنت مكية موضعها هل كان آيادا لك سورة آيادا وآية مدنية وحي كسو دكتي مقالة المدينة المنورة اللي وجوغي نبي عليه الصلاة والسلام آيات دان مركة وحي كهد لي ما دام مركي هوري قيام الليل كالفرد يالي
oo khusuusan nabigeenna lagu faradiyeelay sallallahu sallam wabaraka calayhi, nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam muddo dheer qiyaamuleylka uu samaynayay. aayaddana waxay ka hadli doontaa in wujuubkaas la nasakhay oo ilaahay uu fududeeyey, oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba ilaahay uu ka fududeeyey qiyaamuleylkii waajibka ahaa, ka bacdina loo bedelay inuu yahay sunno, oo qofkii doonaya inuu darajaad waaweyn ilaahay agtiisa uu ka gaaro qofkaas kaliya inuu samaynayo waajib uusan ahayn. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, ina rabbaka rabbiga yaclamu, wuxuu ogsoon yahay nabiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam, annaka adigu nabiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam, taquumu inaad istaagtid, adnaa wax ka yar inaad istaagtid, min thuluthayi leyli, habeenka labadiisa thuluth, wax ka yar inaad qiyaamuleyl u taagan tahay oo daacada rabbiga aad u taagan tahay, rabbigaa wuu ogsoon yahay. oo habeenka maadaama 12 saac uu yahay, thuluthaankiisu waa 8 saac, 8-daa saac wax ka yar waa 7 saac oo kale, 7 saac oo kale inaad taagan tahay oo qiyaamuleyl iyo tahajud aad u taagan tahay, rabbigaa wuu ogsoon yahay. wa nisfahu nisfaleyl, inaad taagan tahayna rabbigaa wuu ogsoon yahay. waa intii nabiga loo soo khayaarsiiyey sallallahu calayhi wasalam inuu istaago. fii bacdi alaxwaalna wa fii bacdi alayaali, 6 saac inaad taagan tahay, rabbigaa wuu ogsoon yahay. wa thuluthahu thuluha alleyl, habeenka 3 meelood inaad taagan tahayna rabbigaa wuu ogsoon yahay. waa 3 marxalo oo loo khayaarsiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, inuu istaago thuluthu leyl, inuu istaago nisfu leyl, inuu istaago 2 thuluth oo thuluth leylku, yacni wax ka yar inuu istaago, 3 maraaxil oo loo khayaarsiiyey way rasuulka sallallahu calayhi wasalam. marka adnaa min thuluthayi leyl waxaan ku ridaynaa 7 saac oo kale, nisfu leylna waxaan ku ridaynaa 6 saac oo kale, thuluthu leylna waxaan ku ridaynaa 4 saac oo kale. waa intii loo khayaarsiiyey rasuulka sallallahu calayhi wasalam. yacni marna adnaa min thuluthayi leyl inaad taagan tahay oo qiyaamu leyl aad u taagan tahay, marna nisfu leyl aad taagan tahay, marna thuluthu leyl aad taagan tahay, 3 marxaloo rabbigaa uu kuu khayaarsiiyey inaad samayso, ilaahay wuu ogsoon yahay subxaanahu watacaala. wa daa'ifatun, jamaacana iyaguna ay istaagaan, rabbigaa wuu ogsoon yahay. xaggee ku cadfaynaa wadaa'ifatun? damiirka mustatirka ahu xambaarsan yahay ficilkan taquumu, taquumu adugu inaad istaagayso, wadaa'ifatunna ay istaagayaan, jamaaca iyaguna ay qiyaamuleyl u taagan yihiin, jamaacadaasoo min alladiina kuwii ka mid a macaka adiga micigaaga ahaaday oo adiga jidkaaga ku taagan, jecel in ay wadadaada ay raacaan, jamaacada mu'miniinta iyaguna waxaad samayso iyo habka aad u cibaadaysanayso iyo usluubka tahajudka iyo saacadaha aad kacayso inay iyaguna samaynayaan, rabbigaa uu ogsoon yahay subxaanahu watacaala. maxaa yeelay asxaabta nabigeenna sallallahu wasalam mubaaraka calayhi waxay jeclaayeen tilaab walba ee uu ku dhaqaaqo rasuulku sallallahu calayhi wasalam inay iyaguna ay ku dhaqaaqaan oo ay ku daysadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka qiyaamuleylkiiyo ewalba nabigana calayhi salaatu wasalaam lagu farad yeelay oo waajiba ahaa, iyagiina saxaabadii waxay isku dayayeen saacadaha iyo xilliyada uu kacayo rasuulku sallallahu calayhi wasalam inay iyaguna ay kacaan oo nabiga ay ku daysadaan sallallahu calayhi wasalam. ilaahay marka wuu fududeeyo, ilaahay wuxuu yidhi wallaahu, ilaahay yuqadiru, isagaa qadara, alleyla wannahaara, habeenkii iyo maalintii labadaba ilaahay isagaa qadara oo xisaabtooda la socda, waxyaalaha ku kordhaya ilaa habeenkii, mararka qaarna wuu ziyaadaa, mararka qaarna wuu nusqaamaa habeenku. marka ziyaadada habeenka saacadihiisa ku dhacaysa iyo nusqaanta habeenka iyo maalinta saacadahooda ku dhacaya ilaaha og subxaanahu watacaala, maxaa yeelay ilaahay walba isagaa abuuray habeenka iyo maalinta, taqdiirkooda iyo qadarka ay la ekaanayaan xagga ziyaadada iyo xagga naqsigana ilaahay uu ogsoon yahay. xigmada marka ku jirta ilaahay inuu ogsoon yahay una qadaro habeenka iyo maalinta maxay tahay?
علماء المفسرين توحيلين حكمة كجرة وحيتهاي ساعدها هبينك إيا مالنت ساعدها هبينك ما دام قيام الليل لسمايو حلقة هبينك ساعدها هبينك وحادع كرا مرنك قارنة الإرادة وزيادة مرنا وحادع كرتا إنا يقافتان وإنتي هر اللقوغا أي كي إرادة مرك قفكو هدو إسراه مروا البابا عبر كي نصف الليل قيام الليل كأقوبة نصف الليل إنا تاقناتو وتهجد كي أدو تاقناتو أما أسراه ثلثان ثلثان أو هبينك كمدا كعبر قيام كاغ أسراه وحادع كرتا دور دقيقو إنو حوغا كي إرادة إلا قفكو ابن آدم marka wajubkii sidii cadadkii uu ahaa uma ilaalin kartaan maxay yahay leedanka ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiiqadiisa la socda ilaahana xisaabi kara subhanahu wa ta'ala waxa dhici karta adigoo isla sulusan min al-layl yaani qiyam al-layl ka ka dhig oo ku soo beeg waxa dhici karta fi baad daqayiq inaad hoos u dhacdo maadaama aadnan cabirka keenin karin oo habeenku marna uu nusqaamayo marna uu ziyadayo maalintii sidaas oo kale calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shaani lan tuxsuuhu damirka waxaanu celinaynaa leylka habeenka saacadihiisa inaadnan koobi karin ilaahay wuu ogyahay oo inaadnan koobi karin ilaahay wuu ogsoon yahay ulajeedada maxay tahay yacni thuluthaankii ama niskii ama thuluthkii cabirkiisii oo wax yacni nusqaana aan san ku dhicin ma keeni kartaa fi baad al-ahwaal waxa dhici karta inaad ka yareysaan marka ilaahay wuxuu ogsoon yahay xisaabida habeenkii inay idinku culus tahay oo usluubkaas iyo habkaas iyo micyaarka iyo qiyaaska lagu keeno caalima ilaahay wuxuu ogaaday anhu sha'niye lan tuxsuuhu habeenkii inaadnan koobi karin فتاب إلهي وتوبد أقبلي بمعنى رجع عليكم بالتخفيف إلهي واللابتي وعليكم دشي نوحوغس واللابتي بالتخفيف الفضوضين توبد هذا الحل لجدا بمعنى الرجوع بالتخفيف والتيسير والفضوضين إلهي سبحانه وتعالى ما دام أقادي إن أدنان هبينك حسابتي للربي عبرك للربي أدنان كوكيني كرين إلهي واللابتي وعليكم دشي نوحوغس واللابتي بالتخفيف والتيسير إنه إلهي إذن كفد ذي وجوبك قيام الليل كي وجوبك قيام الليل كي إنه إلهي إذن كفد ذي وجوبك فقرأوا أغريا ما شيء أخرسنا شيء أسوى تيسر فضاذي ومن القرآن قرآن كي أنت إذن فضاته قرآن هبينك أخرسنا أنت إذن فضاته قيام الليل يرقعويننا سمعي أتكذبوا marka faqra'u ma tayassara min alquran ma dama la ogsoon yahay qiyaamul leylka inta badan in quraanka lagu aqriyo oo quraankii lagu cibaadeysto qiyaamul leylki dhexdiisana quraankii lagu aqrinayo ulajeedada faqra'u ma tayassara min alquran wa kinayatun an at-takhfifi min qiyaamil leyl waxa looga kinayoona fududeynta qiyaamul leylka wajubkiisa la fududeeyay marka habeenkii intaad rabtaan oo saacadahaad rabtaan iyo waqtigaad rabtaan qiyaamul leyl tukada quraanka inta idin fudaatana ku dhex aqriya qiyaamul leylkii wax waajib idin ku ah ma jiraan oo yaani dhinaca qiyaamul leylkii iyo tahajjudkii ah faqra'u akhrista ma shaygi akhrista shaygaas oo tayassara fududaaday oo min alqur'aani quraankii ah quraanka inta idin fudo habeenkii aqriya أنت إذن فضل قيام الليل أتك جارتان تكذب علم ذا النوحة كب الله بنايا يعني معاذير بن آدم ككل عكرته إلهي وأكسويها سبحانه وتعالى معاذير تاسو إلهي النوشيقي علم إلهي وحو أقادي أنه شأني سيكون منكم حقين إن يكمد أهان دونان مرضى كوحن صنع يوجخن وهذه قيام الليل كي سيدي سيوهر واجب كي lugu socodsiin laha dadka xanuunsanay ayo qofkii xanuunsan hadii la yiraa sulusan habeenkii 8 saac waajib ku waa inaad qiyaamul leyl u taagnaato waxaan xanuunsan yahay qofkii waa culays wa aakharuna kuwa kalena yadribuna wa kuwa socdaalaya fil ardi dhulka dhexdiisa ku socdaalayo bidalabi rizqi
ونحوه وحي الله سعود عليا إرزاقه إني رياد سدان يوحي الله مده مركو قفك يساقو مسافرة وصعود البكجرة هذه اللي يرى سدات ساعة حرير هي واجب كون نقنا يسوين هذا القيام الليل تاقنات وهم الشقو إلهي مركو حولي هاي وحوء قاذي ربي سبحانه وتعالى معادير تاس إن هذا الليل ذهين يعذر دار داس داس أوجد إلهي وجوبك قيام الليل وإذن كفضو ديه وآخرون كوكلنا يضربون وكو سعدالية في الأرض للك دحديس كو سعدالية يبتغون حالي فات سنيان من فضل الله إلهي فضل يسو اللي لجيه رزقي هذا رزقي حلاشة وإلهي أوقري سبحانه وتعالى فات سنيان إذن كجر مسافرين نقناي وآخرون كوكلنا يقاتلون ويدقالميان في سبيل الله جدك إلهي دحديس كو دقالميان هو ضد مجاهدين هو جهاد كأيقنا أصعدة جهاد كأيقنا كود دالية قفك يوم مشاقدي جهاد كاللوغيها الدقالك سامين تقفك أوديس وكويا لنا يلوغيها ومانتي يوردن هب رداية مرنا إساقي لغسو رداية هدين ليراه سداد ساعة حليلة تاقناه هدن هدينكي ومشاقه هدن مشاقه كالو مرك ما دام معاذير تسدح دا سدح عذر دارو إله النوشي سبحانه وتعالى dad xanuunsan inay idin kamid noqon karaan dad musaafireena inay idin kamid noqon karaan dad mujaahidiina inay idin kamid noqon karaan sidaas awgeed ilaahay wuxuu yiri faqra wa aska akhrista ma sheegi sheegaas oo tayasara fududaaday oo minhu quraanka kamida quraanka intaad ka gaari kartaan akhriya qiyaamul laylka intaad ka gaari kartaan tukada laakin wujubki rabbi aad idin ka fududeeyay subhanahu wa ta'ala taasina waxayna tusine فضلك إلهي الرحمة إلهي اللطف إلهي يسد إلهي الضومدي سأقول لمرناه سبحانه وتعالى ولذلك علماء الفقهاء هذا وحيسو خلافان ما دام آيضاً هذا أي تسنعيسو قيام الليل كي يتهجد كي واجب كاها إلا النسخي نسخ اسم النسخ شاملة وموحى سوق لي حتى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وجوب كي قيام الليل كواجب كأها حتى النبي من لقره عليه الصلاة والسلام ورسولك حتى صلى الله عليه وسلم قيام الليل كمصن كأها في حقه سيدة أمدك كلب اللي وقفه ذي مي النبي كان اللي وقفه ذي صلى الله وسلم وبارك عليه إمام الشافعي رحمه الله تعالى يسقو حليه نسخني ونسخ شامل وكل من أي حتى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه والنبي حتى عليه الصلاة والسلام قيام الليل كي واجب كو اهان جيري الهي و كفوديهي او وها لو بدلي انو سنحتا او كو اها نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ايضا لكن هدنا نبينا عليه الصلاه والسلام سنه او كو اها ايو هدنا هبن او سن باجي جيرين هبن ما او سن باجين جيرين رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وحي لهي نبينا عليه الصلاه والسلام أيضاً قيام الليل كيسي يتهجد كيسي كشه كينيسا كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه نبي هو استاقي جريه بينك عليه الصلاة والسلام إلى أن لبدي سلقوضه شرفت له أي كدل دلاعان رسولك صلى الله عليه وسلم سيدو تاقنا مع أنه أكسوني هاي هدنا رسولك صلى الله عليه وسلم إن وجوب كيبا إلهي أكفد ذي بسن واجبه بسن كواهي مركومنا عائشة وحيلة النبي وحن كله جري صلى الله عليه وسلم هذا سكو كلف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر واحد ذنب يبا إلهي كومي يلين محاسدان حد كان يمستوها انت لك هذا سكو كلف مركز رسول صلى الله عليه وسلم وحده جري أفلا أكون عبدا شكورا هذه إلهي انت سو درجاء وسيي إنا كشكر يسو ما إنا كشكر يو درجاتك إلهي ويقارسيه سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة صلاة دي أوغا ما دام قيام الليل كي الذين كفدوا دي وجوب كيسي صلاة دي أوغا صلاة محل لجدا الصلاة المفروضة صلاة دي لفرد يالي واجب كأهيد تاسي سيدي وتاقن تهي سيدي أي واجب تهي وأقيم الصلاة صلاة دي أوغا وآتوا الزكاة الزكاة دي نبحية واجباتك كلا سدودي أتاقيهم وأقرض الله إلهين أماهية قرضا أماهن تاسو حسنا أو وناكسا
sadaqaadkii sunnada ahaana bixiya oo ku dadaala oo qardiga xasanka waxaa loola jeedaa waa inaan sadaqadii la raacsiinin manni iyo riyaa manni iyo riyaa inaan sadaqadii la raacsiinin ayaa loola jeedaa yani qofkii ilaahay dartiis unbaad waxu siisay weji isaga kama rabtid weji isaga kama rabtid berrina kumana sheegan maysid haddaad aragtid ma dhahaysid anigii maalin hebel dhibaatada kaa fujiyey ma dhahays qardiga xasanka saasay culimmada ay ku fasireen mufasiriintu wamaa shaygii shaygaasoo tuqadimu aada hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiin aada u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu shaygaas waad helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan huwa shaygaasi khayran xaal uu yahay mid khayr badan tajiduuhda haddaan icraabno bimacnaa asaaba waxbuu asiibay waxbuu helay khayran waan xaalaynaynaa markaas maxaa ilaa hal mafcuulay qaadan mafcuulkiina damiirkaasi u qaadatay laakiin haddaan dhahno waa wajada oo yaqiiniya wajada oo yaqiiniya haddaan ku macnayno khayran waxaan ka dhigaynaa mafcuulkii labaad wamaa shaygii shaygaasoo tuqadimu aada hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiin aada u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu shaygaasi waad ogaanaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa huwa shaygaasi khayran inuu yahay mid khayr badan wa acdama inuu yahay mid weynin badan ajran min ajrin xagga ajirkana ku weynin badan waa ilaahay karamkiisa iyo waxay ka mid tahay fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala fiiqsinimada ilaahay waxaa ka mid a ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wax walboo khayr ah ood ilaahay hortiisa aad geysataan waxaad ogaan doontaan qiyaamaha markii aad tagtaan ama qabrigiina aad gashaan wax ka khayr badan ka weynin badan ka fara badan ayaa ilaahay idinkugu bedelaa subxaanahu wa tacaala wastakfiru llaaha ilaahay dembidhaas weydiista maxaa yeelay ina allaha ilaahay gafuurun alla dhaafid badan way raxiimun ee naxariis badan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wajal